كما قال سيدي ابن بشيش رحمه الله تعالى، وقد كان من العلماء ومن المجاهدين ومن العارفين، قال: من دلك على الله، أو قال قبل ذلك: من دلك على العمل فقد أتعبك، ومن دلك على الدنيا فقد غشك، ومن دلك على الله فقد نصحك. هذا الكلام له أصل عميق في القرآن العظيم وفي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن يقدم معرفة الله، توحيد الله عز وجل، على العمل قبل أن يعرف الأوامر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة خرج من عند جويرية، والحديث في صحيح مسلم، بعد أن صلى الصبح وهي تذكر الله تعالى في مسجدها، فلما أضحى ورجع إليها وجدها جالسة تذكر الله سبحانه وتعالى، فقال لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زلت في الحالة التي كنت عليها؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قلت: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لقد قلت بعدك، إرشاد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ترتقي إلى مقام الشهود، ترغيب منه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه، بمعنى أن المؤمن عندما يذكر الله تعالى بهذا المقام يشاهد الكون الفسيح العظيم الجليل الكبير بسماواته وأرضه وبحاره وجباله، يشاهد الكون كله وقد خضع لجلال الله وقد سبح بحمد الله عز وجل، وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن تفقهون تسبيحهم ولا تعلمون يعني حالهم ولا خضوعهم لله تبارك وتعالى. كأن المؤمن عندما يسبح بهذا التسبيح يسبح بهذه الكثرة التي أخبر الله عز وجل عنها، مقام الشهود. أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل إليه جويرية. إذن السير إلى الله تبارك وتعالى يوصل إلى معرفته ويجلي لنا سر العبودية ويكشف لنا حقيقة وجودنا وعلة وجودنا. قال الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كفيله وراعيه وناصره سبحانه وتعالى من كل شيء. نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كفيله عز وجل. وقفنا عند منزلة التذكر، وقلت بأن منزلة التذكر هي أعلى وأسمى من منزلة التفكر، وتكلمت عن حدودها وعن شرحها وعن علاقتها بمنزلة التفكر وعن الفرق بين منزلة التفكر وبين منزلة التذكر وعن مراتب الناس مع هذه المنزلة. نريد بعون الله عز وجل وتوفيقي أن نكمل الحديث حول هذه المنزلة التي تكلم عنها العلماء والصالحون والعارفون، وقالوا بأن هذه المنزلة ترتبط ارتباطا عميقا وقويا بمنزلة الإنابة. لا يمكن للمؤمن أن يتحلى بمنزلة التذكر إلا إذا كان منيبا لله تبارك وتعالى. إذن المؤمن ينيب يخضع لله تعالى، ثم بعد ذلك يتحلى بمنزلة التذكر، هذه المنزلة العظيمة التي تعتبر أصلا من أصول السير إلى الله تبارك وتعالى. بل إن الله تعالى سمى القرآن ذكرا،
والله سبحانه وتعالى جعل به الذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقرآن ذكرى وبه يقع الذكر، والذكر والتذكر قطبا السير إلى الله تبارك وتعالى. ومن أدق وأجل الآيات التي تتحدث عن هذه المنزلة قول الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر. كأن الله تعالى يريد أن يبين لنا أن من مقاصد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بمهمة التذكير. مهمته العظيمة ومقاصد بعثته أن يذكر وأن يعرف بالله عز وجل، أن يدل الناس على التوحيد، على الإيمان، وأن يذكرهم باليوم الآخر وبسر وجودهم وبعلة وجودهم وبالحياة الحقيقية. إنما أنت مذكر، تأتي هذه الآية بهذا الأسلوب الدقيق الجليل العجيب الغريب الجميل، بأداة يسميها علماء اللغة علماء البيان بأداة الحصر. وأدوات الحصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم، كما قال أصحاب البيان. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله عز وجل بهذه الآية كأنه يقول له: لا مهمة لك، لا وظيفة لك، لا شأن لك إلا أن تقوم بالتذكير. كأن الرسالة وكأن النبوة محصورة في هذا المعنى، في التذكير بالله تعالى. إنما أنت مذكر، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر. ومن أراد أن يرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته الكاملة فلا بد إذن أن يتحلى بهذه المنزلة. كما أن الله تعالى جعل الكون والمخلوقات كلها تدل على الله، تدل عليه وتذكر به سبحانه وتعالى. وقد سبق أن أشرت إلى هذا المعنى وقلت بأن العلماء قرروا وبينوا أن هناك آيات كونية وآيات تكوينية وآيات قرآنية. آيات قرآنية كلام الله تعالى، وآيات تكوينية فعل الله عز وجل، وآيات تدل كذلك على عظمته وعلى جماله وعلى كماله سبحانه وتعالى. فجميع المخلوقات كلها تذكر بالله. لمن ألقى السمع أو لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، لمن رأى بنور الله عز وجل وتنورت بصيرته وتطهر قلبه وتزكت نفسه، فإن الكون يعرفه بالله ويذكره بجلال الله ويذكره بعظمة الله ويذكره كذلك بقهر الله وبتوحيد الله تعالى، ويذكره كذلك بحقيقة نفسه وأنه فقير إلى الله مملوك لله عز وجل تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. إذن الكل يعرف بالله، والكل يصل بك إلى هذه المنزلة، إلى منزلة التذكير وإلى منزلة التذكر. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بذلك وبينه أحسن البيان. وإذا أردنا أن نلخص المسألة فإن هذه المنزلة تعود إلى آية جامعة مانعة: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الغفلة ضد الذكر، والذاكر ضد الغافل. فإذا الآية ترشد إلى معنى عظيم، أن الله تعالى أشهد العباد على ربوبيته وعلى توحيده، فطرهم على ذلك. وقد أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق
سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، خلق كل ما فيه أو خلق كل أبنائه ونظر بعد ذلك إليهم، كما في الحديث الطويل الذي رواه أو أصله في الصحيح ورواه كذلك الإمام الترمذي والحاكم وغيرهما. سيدنا آدم نظر في عالم الذر، والذرة النقطة الدقيقة التي لا تكاد ترى بالعين. رأى أبناءه في عالم الذر، ونحن نؤمن بهذا، العقل لا يمكن أن يستوعب ذلك. نسلم لله تعالى بعد أن صح الحديث وأخبر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في رواه الترمذي بإسناد صحيح: لما خلق الله عز وجل آدم مسح على ظهره فخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. جرى حوار بين الرب سبحانه وتعالى وبين سيدنا آدم لما رأى نورا في بنيه، فسأل عن أصل هذا النور. جرى حوار بين الله سبحانه وتعالى وبين سيدنا آدم عليه السلام له علاقة بهذه المنزلة أذكره بعون الله عز وجل بعد جلسة الاستراحة. أقول الذي تسمعون، والله تعالى يقول الحق ويهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته وتوعد العصاة بنقمته وزوال نعمته. وأشهد أن لا إله إلا الله السيد المطاع على عباده الحجة بلا نزاع، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما هذا الحوار في حديث طويل أختصره، رواه الحاكم والترمذي بإسناد صحيح، أن سيدنا آدم رأى في عالم الغيب نورا بين أعين أحد أبنائه، كما في الرواية الصحيحة: رأى رجلا جميلا فأحبه نور، هكذا بالضبط، بين أعينه. فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا داود عليه السلام. وهذا النور الذي رآه سيدنا آدم عليه السلام، وهذا الجمال الذي رآه في عالم الغيب انعكس في عالم الشهادة، فقد سخر الله عز وجل له الكون الذي يسبح معه بتسبيحه وبذكره. واذكر عبدنا داود دليل: إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. قال أهل التفسير وفي آية أخرى: يا جبال أوبي معه والطير. علماؤنا أهل التأويل قالوا: كان سيدنا داود إذا جلس يذكر الله تعالى، إذا مر الطير في السماء وسمع تسبيحة سيدنا داود فإنه يسبح بتسبيحه ويردد كلامه، بل إن الجبال على عظمتها والتي قلنا هي خاضعة لله تعالى تسبح بتسبيحه وتذكر الله تعالى بذكره. وكان ذا قوة في إيمانه، في بدنه، في صحته، فقد مدحه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خير الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، منزلة التذكر. ثم أخبر بأنه كان يقوم نصف الليل، وكان يعمل ويأكل بيده، كان يصنع الدروع من الأسلحة والحديد عليه السلام. سيدنا آدم عليه السلام رأى ذلك النور في أحد أبنائه، من هذا يا رب؟ داود عليه السلام يسأل بعد ذلك: كم عمره؟
في رواية يقول 60 سنة، في رواية صحيحة 40 سنة. سيدنا آدم عليه السلام تقال ذلك، يعني وجده عمرا قصيرا. قال أهل العلم عاش 1000 سنة إلا 40. سيدنا آدم لما رأى ذلك قال يا الله، أي ربي، كما في الرواية زده. قال ذلك ما كتب. نعم، إذا كتب لا يبدل كما في رواية أخرى. فقال زده من عندي ابتلاء من اسم الله سبحانه وتعالى. قال ذاك يعني ما شئت. فأضيف إلى عمر سيدنا داود عليه السلام 40 سنة من عمر سيدنا آدم. ثم بعد ذلك كما في القصة أدخل الجنة وأخرج منها كما هو معروف. لما عاش سيدنا آدم جاءه ملك الموت، فقال له سيدنا آدم، وهذا يكون للأنبياء فقط، قال ألم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال له ألم تعطها لداود عليه السلام؟ قال قط أبدا. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسي آدم، نحن نتكلم عن قضية التذكر، فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم وجحدت ذريته، وخطئ أو أخطأ، خطئ آدم كما في الرواية وخطئت ذريته. هذا الحديث وهذه الآية تحتاج إلى تفصيل وبيان. نتركه إن شاء الله تعالى بقية الكلام إلى الجمعة المقبلة إن بقي في العمر بقية بعون الله عز وجل، من أجل التوضيح ومن أجل التفسير. واسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا لعيوبنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا. اللهم نسألك من الخير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام، يا غياث المستعين، يا غياث المستغيثين. اللهم ارزقنا العافية وتمام العافية والشكر العافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ووفق أمير المؤمنين محمد السادس إلى ما تحب وترضى، وأصلح في ولي عهده، وارزقه بطانة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وجنب بطانة السوء بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودلنا إليك وإلى جنتك جنة النعيم. ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.